سئل صلى الله عليه وسلم في بنت صغيرة بكر، طلبها رجلان، خطبها إلى أهلها، يعني رجلان، رجل غني وآخر شاب فقير، وهي تحب الفقير وهم يهوون الغني، طبعا حبين الغنى الجانب المصلحي المادي. فقال النبي زوجوها بمن تحب. استغربهم بمن تحب، إيش كلام هذا؟ إيش من تحب؟ زوجوها بمن تحب. لم يرى للمتحابين، مش للمتحابين كما بعضهم ضبط، لا للمتحابين بالمثنى، لم يرى للمتحابين مثل الزواج. والنبي هنا أيضا يريد أن يفهمنا أن الزواج هو ظرف أيها الإخوة ومجال وميدان، لماذا؟ لاستدامة وإنعاش وتخصيب الحب. طبعا في المنظور العام الزواج هو العدو رقم واحد للحب، كلام فارغ لأننا لم نفهم الزواج. بالعكس، أنا أقول لكم أكبر ما يفرق الزواج من الحب أن الحب مهدد باستمرار، الحب محاصر معروف، ومن هنا الغيرة الشديدة التي تشب نيرانها في قلب المحبين مهدد باستمرار لأسباب أو لأخرى أو بأسباب أو بأخرى. أما الزواج فهو وعد الأمان، قال تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.